اهلا بحضراتكم. طبعا كلنا عارفين ان احنا بنعيش على شريط ضيق لا يبلغ اكثر من 6 او 7% من مساحه مصر الكليه، بينما معظم المساحات الاخرى متروكه خاويه، فكلنا مكدسين وبنعيش ثقافه الزحام في كل شيء. عاوزين نعمل عمليه نسح للسكان من الوادي والدلتا الى الاماكن الاخرى حيث يجدوا فرصه عمل ملائمه ويجدوا غذاء ملائم. هل في امكانيه ان احنا نعمل مجتمعات عمرانيه جديده في الصحاري؟ بالتاكيد ايوه، في علماء شغالين على هذا الموضوع بقالهم سنين طويلة، وأعتقد أن توجه الدولة الآن هو ناحية استصلاح الصحراء واستزراع الصحراء. مش ممكن كل نستزرع كل المساحة، ولكن بعضها هيصلح للزراعة، البعض الآخر قد يصلح لإقامة مشروعات إنتاج داجني وحيواني وغيرها من المشروعات الأخرى اللي تمكننا من بناء مدن وأماكن جديدة لسكن المصريين. عن التنمية الزراعية في الصحاري المصرية ودور الزراعة الحيوية أيضا هنتكلم في هذه الحلقة مع دكتور أحمد إمام، رئيس وحدة الزراعة الحيوية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. أهلا بك يا فندم. أهمية التنمية الزراعية في الصحاري المصرية والدولة دلوقتي كلها متوجهة في هذا الاتجاه. بداية طبعا كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين. احنا في أيام خير إن شاء الله، وإن شاء الله الخير ده يوم على مصر قريب إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنا هبدأ من كلام حضرتك إن احنا فعلا عايشين على شريط ضيق جدا من مساحة مصر بتبلغ حوالي 1 مليون كيلومتر مربع. احنا عايشين في ما يقرب من 5 ل 6% من هذه المساحة، مع الزيادة السكانية طبعا اللي بتحصل، وفي آخر تعداد سكاني تم عمله في مصر احنا دلوقتي وصلنا لحوالي 100 مليون. النقطة الثانية بار طبعا مع الأسف التعديات اللي بتحصل على الأراضي الزراعية في الدلتا، بالرغم من جهود الدولة وكل الوزارات المعنية في إن احنا نتصدى لهذه الظاهرة السيئة، إلا إن برضو الجزء اللي الدولة بتقدر تتمكن فيه من إن هي تقضي على هذه الظاهرة، الأرض اللي بيحصل لها تعدي بتبقى خرجت من رقعة الزراعية المصرية. فطبعا كان لازم نوجد بدائل. طبعا زي ما حضرتك قلت احنا عندنا اكتر من 90% من مساحه مصر تعتبر مساحات خاليه، الكثافه السكانيه فيها كثافه قليله جدا، بالرغم من الموارد الكبيره اللي فيها اللي تؤهلها انها تصلح للاستزراع او لاقامه اي مشاريع سواء زراعيه او كل ما يخص العمليه الزراعيه طبعا، وانتاج حيواني وداجني و الى اخره، اللي هي ممكن تقدر تعمل استقطاب او نزوح من للكتله السكانيه الرهيبه اللي موجوده في مدن الدلتا نتيجه للصحراء. فطبعا ده دور مهم جدا ان احنا نقدر نبدا نكون بغزو الصحراء، نقول ان احنا نثبر اغوار الصحراء بتاعتنا ونشوفها وازاي نستغل الموارد اللي فيها استغلال يساعدنا ان احنا نوطن فيها بعض الكتلة زي ما قلنا الكتلة البشرية المصرية الموجودة في الدلتا، مع استغلال أمثل يحقق تنمية مستدامة للموارد الطبيعية اللي في الصحراء. جميل. وطبعا قبل ما ده يحصل يعني احنا عندنا بالفعل دلوقتي جنود موجودين في صحارينا المصرية كلها ومثالين في العاملين في مركز بحوث الصحراء بيقوموا على يعني اكتشاف ما في الصحراء من خيرات ومحاولة استغلالها استغلال أمثل. دور مركز بحوث الصحراء في عملية التنمية الزراعية في الصحاري المصرية اللي احنا بنتكلم عنها. طبعا مركز بحوث الصحراء ده يعتبر بيت خبره الاول في الشرق الاوسط كله في كل ما يختص بعلوم الصحاري. تتمثل هذه الخبره في الشعب الاربعه التي تمثل بين الاساسيه مركز بحوث الصحراء او القوام الاساسي مركز بحوث الصحراء، بالاضافه الى محطات مركز بحوث الصحراء المنتشره في كل ربع الصحراء المصريه. مركز بحوث الصحراء بشعبه ومحطاته دوره الاساسي هو التنميه الزراعيه في الصحراء فيما يخص العمليه الزراعيه او الانتاج الحيواني او استكشاف مصادر المياه والتربه، بالاضافه الى كل ما يخص المواطن الصحراوي سواء الرجل او السيده من حيث تنميه المجتمعات الريفيه والى اخره. الدور الاساسي مركز بحوث الصحراء ان احنا لازم المركز متبني ان احنا لازم يكون فيه كوادر مؤهله تقدر تتعامل مع عملية التنمية الزراعية في الصحراء، لأن الموضوع مختلف تماما لما نتكلم عن التنمية الزراعية في الصحراء، يبقى الموضوع مختلف تماما عن التنمية الزراعية في الدلتا. فالمركز بكل كوادره البحثية وضع نصب أعينه إن احنا لازم نعد كوادر اللي هي قدرة على التعامل مع التنمية في الصحراء. النقطة الثانية طبعا من خلال ده وده متوفر الحمد لله من خلال محطات مركز بحوث الصحراء، ان في اتصال مباشر ما بين الكوادر مركز بحوث الصحراء والمجتمعات المحلية في الصحراء. ده بيساعدنا ان احنا
نبقى على على درايه بكل مقتضيات الامور وما يستجد من مشاكل، بنبدا نحط لها حلول تتناسب مع البيئه الصحراويه من خلال طبعا الابحاث اللي بيكون بها كوادر المركز، وبرضه من خلال المشاريع اللي بينفذها المركز في الصحراء. يعني البعض ممكن يقول الصحاري مواردها محدودة وفي النهاية ممكن تنضب، والبعض بيرلق أنه في إمكانية أن التنمية دي تظل مستمرة. التنمية المستدامة هل ممكن تحقيقها في الصحاري؟ طبعا ده هي أساس التنمية المستدامة طبعا في الصحراء. زي ما حضرتك قلت، الصحراء فيها موارد، وبالعكس الصحراء المصرية غنية بالموارد اللي تؤهلنا أن احنا نقدر نعمل تنمية زراعية، بس تنمية زراعية تكون رشيدة أو تنمية زراعية ذكية أو ما يسمى بالتنمية الزراعية المستدامة. إن أنا لازم يتم استغلال أو استخدام الموارد الطبيعية، سواء المية أو التربة أو جميع الموارد الطبيعية الموجودة في الصحراء، بأسلوب يضمن إن أنا أخد منها الجزء اللي يساعدني في إجراء عملية التنمية، وفي نفس الوقت أسيب جزء للأجيال القادمة. ودي النقطة الأساسية اللي بيشتغل عليها كوادر مركز بحوث الصحراء في الصحراء. يعني جميل، يعني احنا مش عايزين نفرط في كل المياه الموجودة أو كل الأرض الموجودة هباء. طيب، في طبعا أكتر من نظام مستخدم في الصحراء للمناطق الزراعية، في أمطار في بعض المناطق، في المياه الجوفية في مناطق أخرى وهكذا. حضرتك بتعمل في منطقة في مطروح، طبيعة المكان نظام الزراعة فيها بتقوم على أي شكل من الأشكال؟ طبعا محافظة مطروح هي أحد أكبر محافظات الجمهورية. النظام الزراعي في مطروح بينقسم لشقين. أول شق هو الشق اللي بيتم فيه الزراعة على المنطقة الساحلية، ودوت بيعتمد أساسا على ما يسمى بالزراعة المطرية أو الزراعة اللي بتعتمد على الماء الأمطار، لأن مفيش مصدر ري دائم في المنطقة ديت، فبالتالي الاعتماد كله على مياه الأمطار. الشق الثاني من الزراعه طبعا ده بيتم في واحه سيوة اللي هي تنتمي اداريا لمحافظه مطروح، وطبعا بتعتمد في الزراعه فيها على الخزان الجوفي النوبي الموجود في سيوة، فالزراعه فيها تعتمد على الميه الجوفيه. لو رجعنا نتكلم على الجزء المنوط به مركز التنميه المستدامه، احنا منوطين بجزء التنميه الزراعيه تحت نظم الزراعه المطريه اللي قلنا اللي هي الزراعه بتعتمد على مياه الامطار. طبعا بلا ماء ما فيش زراعه، لكن الامور مش كده، مش بالظبط كده في مطروح، لان الاعتماد على الامطار دوت بيخليني لازم اوجد بعض نظم حصاد المياه اللي تمكنني ان انا احصد المياه ديت او اخزنها للمزارع في المجتمعات المحليه اللي هناك، انه يقدر منها يشرب ويقدر منها يروي الزرع بتاعه ويشرب بالحيوانات بتاعته. ففي كذا نظام لنظم حصاد المياه بيقوم بها مركز التنميه المستدامه التابع مركز بحوث الصحراء، من ناحيه بنعمل لهم خزانات او ابار الهدف منها ان هي تخزن مياه الامطار، بنعمل لهم سدود هناك برضو الزراعه بتتم فيما يسمى بالنظم في زراعه التنميه الوديان، ان هناك المنطقه كلها وديان، هي منطقه فيها ميول طبيعي من الجنوب للشمال، فبتنزل الميه على منطقه اعلى الوادي وتاخد الميه سكتها لغايه لما توصل البحر الابيض. فطبعا دي لو اتسابت طبعا كميه كبيره بتهدر من الماء ومن المواد العضويه اللي هي المغذيه للتربه اللي بتيجي مع السيل وتروح على البحر. فبدأنا نعمل لهم نظام السدود داخل الوديان، بتبدا تحجز الميه قدامها وتبدا يحصل تشبع للتربه بالميه، فبتعمل عمق تربه، ده بيساعدنا على زراعه بعض الزراعات المميزه لمطروح، منها طبعا بالذات التين والزيتون. طبعا تين مطروح تين له شهره كبيره جدا، واحنا حاليا دلوقتي في اطار بعض المشاريع اللي بيكون بها مركز الصحراء، احنا بنحاول نحط المنتجات بتاعت الصحراويه بتاعتنا انها تاخد مكانها كمنتجات فريده من نوعها في العالم. يعني جميل، يعني المركز التنمية المستدامة للموارد مطروح أبرز مشروعاته الخزانات اللي بتعمل والسدود، هل في مشروعات تانية؟ طبعا نتكلم يعني عنها. هو طبعا نظم حصاد المياه ده زي ما قلنا ده أحد أهم المكونات الرئيسية لأنشطة المركز، لأن هي دي بتوفر المياه اللي هي لازم للأساس الزراعة. النقطة الثانية طبعا إن الظروف المناخية اللي بتتميز بها المنطقة
مع نوعا ما ملوحه التربه، وان احنا في اجواء تعتبر شبه قاحله، او اللي بيقولوا عليها السب اريد زون، احنا في مطروح. فده كله بيخلي المجتمعات المحليه هناك تلجا لزراعات معينه من اساسا طبعا التين والزيتون اللي بتتحمل هذه الظروف. فاحد المكونات الاساسيه زي ما قلنا، سواء بتبقى تمويل من ميزانيه الدوله او من المشاريع الاجنبيه، ان احنا نقدر نعمل حصاد للميه بنظمه الحصاد. النقطه الثانيه، احنا بنعمل بعض ما يسمى بالممارسات الزراعيه الجيده، اللي هي بنعمل الممارسات الزراعيه اللي تتناسب مع ظروف الزراعه المطريه فيما يخص التين والزيتون. بنبدا نجيب كوادر من المركز تبدا تمشي مع المزارع المجتمعات المحليه اللي هناك من اول الموسم لغايه الحصاد وما بعد الحصاد، بعلمه ازاي يعمل الخدمه الشتويه، لان دي مهمه جدا جدا، لان انا ما بقدرش هناك اعمل برنامج تسميد طول السنه لان انا ما عنديش ري، فبالتالي اعتمادي على البرامج الخدمه الشتويه اثناء موسم الشتاء اللي هو موسم الامطار. بمشي معاه كده معاه في عمليه التقليم، وازاي نعمل التقليم بطريقه مظبوطه للشجر، ازاي استفيد من نقطة التقليم ديت او اتخلص منها عشان ما تبقاش مصادر لافات مختلفه، ازاي اعمل كل ما يخص العمليه الزراعيه لغايه الحصاد ولغايه ما بعد الحصاد، وان انا بعمل ما يسمى بعكايه بالقيمه المضافه للمنتج بتاعه، ان انا في مثلا منتج التين ما اقدرش اتعامل معاه في صوره فريش لان هو هيبقى فتره بقاء قليله، فببدا احوله مثلا لمربى، فبيجي برده بعد بحيث مركز مياه الصحراء المتخصصين في عمليات ما بعد الحصاد يبدا يعرفه ازاي يقدر يعمل يزود فتره حياه المنتج، ان انا بصنعه ما اتعاملش معاه مع صوره فريش. احد برضو المشاريع المهمه جدا اللي الحمد لله قم بها ما زالت جاريه الان في مركز بحوث الصحراء هي تنميه المجتمعات الساحليه. احنا مجتمع ساحلي في مطروح، فطبعا في جزء كبير من الناس هناك شغاله في الثروه السمكيه، فتم من خلال التعاون بين مركز بحوث الصحراء الممثل الجانب المصري مع الاتحاد الاوروبي، ان احنا عملنا تنميه للمجتمعات الساحليه، ان احنا بدا يجي خبره من ليهم خبره في مجال صيد الاسماك والتنميه تنميه الثروه السمكيه، بداوا ينزلوا مع الصيادين في اثناء رحلاتهم في صيد الاسماك، ويعلمهم بعض الطرق اللي هي الطرق البسيطه جدا جدا اللي ممكن ما تجيش على بال الصياد البسيط، لكن هي بتبقى ليها قيمه مهمه جدا. يعني مثلا من ابسط مثلا ان هم كانوا بياخدوا التلج في صوره قوالب وبيكسروه، فالتلج يبقى ليه بعض البروزات كده اللي بتبقى تجرح السمك. لا، قالوا يا جماعه احنا هنعمل التلج اللي بناخده معانا عشان نحافظ على السمك في صوره مكعبات ما بيكونش ليها حواف تقدر تجرح اسماك. يعني انا قصدي لحضرتك انها حاجات بسيطه بداوا الناس تعلموا الحمد لله يمارسوها. عملنا لهم مصنع للتلج ان هم يقدروا ياخدوا معاهم التلج اللي عايزينه عشان اثناء الصيد والرجوع بالسمك من رحله الصيد. جبنا لهم بعض السياره عربيه مبرده ان يقدر ينقل بيها السمك اللي صاده من مكان لمكان تحت ظروف تبريد، فبالتالي ما يزود فتره بقائه. خلاصه الكل يعني ان الحمد لله المركز التنميه المستدامه اللي هو تابع مركز بحوث الصحراء بنهتم بكل مشاكل اللي بيواجهها المجتمعات المحليه في منطقه مطروح، وبنحاول على قدر الامكان نوجد لها حلول وتبقى طبعا حلول مستدامه. طيب حضرتك طبعا بتعمل في مركز التنميه المستدامه، وحضرتك استاذ او يعني رئيس وحده الزراعه الحيويه، والزراعه الحيويه دي يعني نوع مهم جدا من الزراعات ممكن يحافظ على البيئه ويحافظ على الارض الزراعيه اطول فتره ممكنه. نتكلم عن معنى الزراعه الحيويه وامكانيه تطبيقها في منطقه مطروح او في الصحاري المصري. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، طبعا الزراعه الحيويه ديت هي عماد التنميه المستدامه. اما نتكلم عن التنميه المستدامه يبقى انا لازم على طول يجي في ذهني كذا نقطه، ان هي معطيات بتؤدي للمخرجات. فلما بنتكلم على الزراعه الحيويه، ان انا عندي منطقه هي منطقه صحراويه، والحمد لله المناطق الصحراويه في مصر ما زالت ممكن نقول على مناطق بكر، لم تشهد التلوث مع الاسف اللي حاصل حاليا في مناطق الدلتا. ثقافه المزارع الصحراوي تختلف تماما عن ثقافه المزارع اللي في الدلتا، هو لا يميل اساسا للممارسات اللي مش جيده في الزراعه،
ومن ضمنها سواء ان هو يلجأ الى استخدام المبيدات عشان يكافح بعض الافات اللي بتهاجم النباتات بتاعته، او التسميد بالاسمده الكيماويه. فده دورنا ان احنا نقدر نشجعه على الموضوع دوت، ونقدر نوجد له البديل، لان انا لو ما وجدتلوش البديل حاليا في ظل اللي احنا فيه من العالم بقى قريه صغيره، فممكن يلجأ لاي حد من اصحابه في البحيره في اي محافظه من محافظات الدلتا، يبدا يقول له لا استعمل كذا استعمل كذا. فاحنا ما الحمد لله احنا ما بنسيبوش انه يلجأ للاساليب دي. الزراعه الحيويه ببساطه هي طبعا ان انا بعمل ببدا العمليه الزراعيه بتاعت كل الممارسات الزراعيه بتاعتي بما يحافظ على البيئه. ببدا اعمل في بعض المفاهيم بتتغير، ما بعملش مكافحه افات، بعمل اداره للافات، لان هي الافه في الاساس هي مثلا لو كنا على الافات الحشريه، افه هي حشره، فنتيجه ان هي بيوصل تعداد كثافتها كثافه تعدادها لاعداد كبيره جدا، فبتبدا تعمل هجوم على النبات، وبتبدا تعمل خساره اقتصاديه. تحت نظم الزراعه الحيويه انا ما بعملش مكافحه للافه، ان انا ببدا ارشها عشان خاطر الغيها خالص او الغي تاثيرها الضار، لا انا بحاول بس مجرد ان التعداد الكبير اللي وصلت له ابدا اخلي تعداده انزله شويه، بحيث انها تخش في توازن مع بقيه العناصر المجموعه الحيويه، العناصر النظام الحيوي اللي موجود في المزرعه، فما بتعملش ضرر اقتصادي، هي بتعمل ضرر بس مش اقتصادي، فبالتالي بيبدا المزارع يحس بالعائد الاقتصادي، وفي نفس الوقت المنتج بتاعه بيبقى منتج نظيف يقدر يبقى منافس لو انا بدانا نتوجه للتصدير للاسواق العالميه. هي طب استجابه الناس لفكره الزراعه الحيويه، لان الناس دايما عايزه الناتج يبقى سريع وعايزه الناتج العائد كبير، ده ممكن يعطل شويه فكره العائد الكبير مرحليا، وده ممكن يتحقق على المدى البعيد، لكن مرحليا هو يحس انه لا مكسبي اقل او غيره، فاستجابتهم ازاي؟ خلينا نقول برضو نقطه مهمه جدا، ان الـ 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 يعني المزارع الصحر زي ما قلنا هو مش زي مزارع الدلتا، ثقافته ما زالت مش ما عندوش الخبره الكافيه قوي زي مزارع الدلتا. فانا لما ببدا كمان الممارسات نفسها اللي هو بيعملها ممارسات بسيطه جدا جدا، يعني هم ما بيحبوش يقلموا الشجر بتاعه، ما بيحبش ان هو المعاملات المين اللي بيعملوها، ان هو مثلا بيبدا يعمل عمليه حرث للتربه، لان الموضوع دوت ليه علاقه كبيره قوي بيخلي التربه تحتفظ بالميه. اللي انا عايز اقوله بدون تطويل ان هم ممارساتهم الزراعيه بسيطه، فاي ممارسه احنا بنعملها العائد بتاعي بيبان عليها على طول. فخلينا برضو نمسك العصايه من النص، الممارسات الزراعيه الجيده ومن ضمنها الممارسات الزراعيه الحيويه هتعود بالعائد المزارع بيستناه، بلاش نقول على المدى البعيد، على المدى القريب، بس ممكن ما تكونش السنه دي او السنه الجايه، بس ممكن في خلال لو انا بدات السنه دي ممكن في خلال سنتين او ثلاثه يبدا يحس بالعائد الاقتصادي الكبير اللي هو مستنيه. طيب لها دور كبير كمان في المحافظه على البيئه والنظام البيئي طبعا، وده شيء احنا عايزينه علشان ما يحصلش الخلل اللي حصل في الوادي الدلتا زي حضرتك ذكرته، الدور ده نلقي الضوء عليه. الصحراء عموما هي نظام بيئي متزن رباني او طبيعي، كل العناصر الحيويه عايشه في توازن مع 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 العناصر الغير حيويه. العناصر الحيويه طبعا اللي هي الحيوانات والنباتات، العناصر الغير حيويه اللي هي بتبدا تعمل نوع من القوه الطبيعيه اللي بتسيطر على تعداد العناصر الحيه، بحيث ما فيش اي عنصر يحصل له فوران في تعداده فبالتالي يتحول لافه، او عنصر يحصل له يتعرض لخطر الانقراض. ده التوازن الطبيعي اللي بيخلق في مجتمع الصحراء ما يسمى بقى بالاستدامه الطبيعيه، ان كل النظم الحيويه تحت النظام الصحراوي الذي لم تتدخل فيه الانسان هي نظم مستدامه طبيعيا، ما بيحصلش فيها اي 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 اختلال في التوازن ده. النقطة الثانية برضه طبعا عملية التكيف اللي بيتكيف التكيف الطبيعي اللي بيخلي كل عناصر منظومة الحياة الموجودة تقدر تتكيف او تتماشى مع الظروف الجوية اللي بتحصل، من احترار عالمي زي اللي احنا بنواجهه حاليا دلوقتي، من كل سقوط امطار، من الى اخره. التكيف دوت
طالما انا بتكلم في نظام بيئي بتقدر العناصر الحيه اللي موجوده تتكيف على الظروف الطبيعيه دي. لما اجي اتحول بقى من نظام بيئي سواء صحراوي لنظام بيئي زراعي، ان انا بحول ان انا ببدا اهتم بعنصر معين اللي هو النبات اللي انا بزرعه، عايز اعمل له امتداد كبير بغرض طبعا العائد الاقتصادي وان انا اوفر اسد الفجوه الغذائيه اللي موجوده. التدخل بالممارسه دي تحت نظام الصحراء هو نظام غير مستدام، تدخل غير مستدام، لان انا كده اوجدت عنصر واحد بس، عنصر من عناصر منظومه الحياه واحد بس اللي هو النبات، عملت له اكستنشن كبير وعملت له امتداد زراعي كبير، دوت يبدا يعمل خلل في التوازن. الخلل ده ممكن ما احسش بيه السنه دي ولا السنه الجايه، بس بعد فتره يبدا يحصل الكولابس او الانهيار الكبير، ابدا الاقي العائد الاقتصادي اللي انا مستنيه مش موجود. العمليه تبدا تتفاقم اكتر، ان المزارع لقى نفسه بيخسر، فيبدا يلجا لبعض الممارسات اللي بيقولوا عليها ناس غير متخصصه اللي هم اصحابه بقى او بالتلفزيون او بالتليفون مع المزارعين، فيبدا يعمل بعض الممارسات الغير جيده اللي تبدا تزود المشكله. احنا في الصحراء بنبدا الموضوع ده من اوله خالص. انا في الصحراء لما نبدا نعمل تنميه زراعيه بنبدا الهدف بتاعي ان انا زي ما في نظام الصحراوي البيئي او الطبيعي اتزان طبيعي، انا بعمل له اتزان صناعي. انا بوجد له التوازن ده، بوجده ببعض التدخلات اللي على راسها نظم الزراعه الحيويه سواء عناصر المكافحه الحيويه او عناصر التسميد الحيوي، ان انا اخلي النبات اللي انا عملت له امتداد زراعي دوت يدخل في منظومه الاتزان مع كل العناصر الطبيعيه الموجوده. يبقى ببساطه انا عملت له في النظام الزراعي الصحراوي اتزان صناعي انا عملته له. ده شيء مهم جدا لابد وضعه في الاعتبار لما بنتكلم عن مشروع استصلاح المليون فدان او غيره، التنوع الصناعي المناسب لهذه البيئه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور احمد امام، رئيس وحده الزراعه الحيويه بمركز التنميه المستدامه لموارد مطروح. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم من الحصاد. غدا ان شاء الله حلقه جديده ومجموعه اخرى. الى اللقاء.